أزمة انخفاض الدينار أمام الدولار في تصاعد مستمر مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 160 ألف دينار ووصوله إلى نحو 162 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط عجز حكومي عن وضع حد لهذه الأزمة التي سببتها عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال والفساد الذي ينخر اقتصاد الدولة. انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار كشف عن أكبر عملية استنزاف للعملة الصعبة على مستوى العالم تديرها الأحزاب والميليشيات الولائية عن طريق المصارف الأهلية التي تمتلكها لتهريب العملة الصعبة وللإضرار باقتصاد البلاد مقابل إنعاش اقتصاد إيران، ما سبب حالة من الكساد والشلل شبه التام في الأسواق العراقية. وضعية تعبانة يعني هسه سددت اليوم عود ها على 160. لا والله 160 ايه يعني هسه لو اكو يعني بديل اريد بديل ما. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا التذكير بتحذيرات سابقة للسودان من اندلاع ثورة جياع في حال عدم استعادة أسعار صرف الدولار قبل أن يسارع لحذفها عند تصاعد الأزمة لرفع الحرج عن نفسه، في إشارة إلى فشل حكومة الإطار التنسيقي المدعوم من إيران في إجراء تعديلات على سعر صرف الدينار أمام الدولار والعمل على إيجاد حلول اقتصادية واتهام حكومة الكاظمي بخفض سعر الدينار. خبراء اقتصاديون أكدوا أن سعر صرف الدولار سيستمر بالانخفاض بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة التي تدار بها الدولة، فضلا عن الحاجة الملحة للسيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين الذين يتم توظيفهم بشكل غير مدروس بعد أن عجزت حكومات الاحتلال عن دعم القطاعين الخاص والمختلط لاستيعاب جيوش العاطلين عن العمل. سرقات في العلن ومسرحيات ترقع لفساد المافيات الحكومية وتأثيرات الأزمة تلقي بظلالها على الشعب المسكين الذي يواجه سيناريوهات خطيرة في ظل استهتار حكومة الميليشيات بمصائر الناس الذين يدفعون ضريبة الفساد من أرواحهم ومستقبل أبنائهم.